جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا أصيب الإنسان بمصائب هل يعد هذا من غضب الله تعالى؟ المصائب تكون عقوبات وتكون كفارات للمؤمنين، تكون عقوبات للكفار والمنافقين، وأما بالنسبة للمؤمن فإنها تكون مكفرات كما جاء في الحديث: لا يصيب المؤمن من نصب ولا وصب إلا كان ذلك كفارة لذنوبه، حتى الشوكة يشاكها. فللمؤمن خير وتكفير وتطهير، وقد تكون له رفعة درجات إذا لم يكن عليه سيئات وذنوب، تكون له رفعة درجات وزيادة في حسنات. فالمؤمن لا يضيع أجره عند الله سبحانه وتعالى، ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن: إن أمره كله له عجب، إن أصابته سرا فشكر أجر عليها، وإن أصابته ضرا فصبر أجر عليها، وليس ذلك إلا للمؤمن.